الولايات المتحدة تشن ضربات ضد ميليشيات تابعة لإيران في سوريا والعراق، وتؤكد عدم السعي لشن حرب مع إيران. المرصد السوري يعلن ارتفاع قتل الضربات الأمريكية على دير الزور من الفصائل الموالية لإيران إلى 18. وسائل إعلام خفية تقول إن الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن 3 غارات على مدينة صعدة. 12 قتيلا و17 مصابا في قصف إسرائيلي لمنزل شرقي رفح. طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا، هذه روناك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. شنت الولايات المتحدة ضربات في العراق وسوريا ردا على قتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين في هجوم بالأردن. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له. وأضاف البيان أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه. وأوضح البيان أن المنشآت التي تم ضربها شملت عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية من دون طيار والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات رعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف. والان طق انقصف المقاطع مو بالبيت. أعلن البيت الأبيض عن نجاح ضربات المقاتلات الأمريكية وقاذفاتهم من طراز B-1 التي استهدفت ميليشيا إيران في العراق وسوريا. المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أوضح أن الضربات التي استمرت لنحو 30 دقيقة استهدفت 85 هدفا ب7 مواقع مختلفة، 3 منها في العراق و4 في سوريا. كما أشار كيربي لأن المقاتلات الأمريكية استخدمت خلال الضربات على ميليشيات إيران أكثر من 125 مقذوفا وصاروخا دقيق التوجيه. هذا وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن أبلغت بغداد قبل شن الهجمات، مشيرا إلى أن الرد الأمريكي على ميليشيات إيران بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة. وحول المواجهة مع إيران شدد المتحدث باسم البيت الأبيض أن بلاده لا تسعى للدخول في حرب معها. بشامي لا تخافي.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت بتوجيه منه أهدافا ومنشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية. وقال بايدن إن ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها. كما شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة CNN قال إن الولايات المتحدة لن تنفذ ضربات داخل إيران وستركز على أهداف خارجها. وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين على علم منذ أيام بأن أول الغارات ستنفذ الليلة. نقاشا من واشنطن ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام بربندي. سيد بسام أهلا بك معنا. هل ستحقق هذه الضربات الأمريكية الجديدة أهدافها المرجوة بوقف الهجمات من هذه الميليشيات في العراق وسوريا؟ مساء الخير أو صباح الخير لتوقيتك وشكرا على الاستضافة. هذا يعتمد كثيرا على مدى قوة هذه الهجمات أو مدى قوة القصف الأمريكي لتدمير البنى التحتية الموجودة للميليشيات الإيرانية. الملفت للنظر بأن كل بيان وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الدفاع الرئيس الأمريكي كل يتحدث عن إيران، ولكن القصف تم في سوريا والعراق. فبالتالي كان هناك كثير من التساؤل في واشنطن أو من الناس الموجودين في مركز الأبحاث والصحافة، لماذا لا تستهدفون إيران؟ لماذا تحاولون لتحقيق هدفكم؟ عليكم يعني على إيران أن تفهم أنها لا يجب أن لا تتجاوز الخطوط الحمر إيران نفسها وليس أذرع إيران. ما يجري اليوم وما سيجري في الأيام القادمة حسب كل التصريحات الرسمية وكما ذكر تقاريركم هي موجهة أكثر نحو أذرع إيران، الميليشيات في سوريا، الميليشيات في العراق، المراكز القيادة، المخازن الأسلحة، ولكن المستهدف هم العنصر العربي السوري أو العراقي. ولكن الحرس الثوري الإيراني عمليا كما هو معروف بأن أغلب قياداته الرئيسية أو المشرفة هي موجودة في إيران اليوم وظهر لهم صور في إيران. فبالتالي الجواب على سؤال حضرتك، هل ستؤدي هذه العمليات إلى تغيير أسلوب إيران بالتعاطي مع الأمريكان؟ أعتقد أنه من الصعب أن يتم أن تغير إيران أسلوبها. قد تكون بحاجة لبعض الوقت لإعادة إعمار ما تم استهدافه اليوم. مش يعني الوقت، القصة هي قصة وقت وليس قصة أنها ستغير طريقة تعاطيها. طيب ما الذي ستجنيه إذن واشنطن سيد بسام من تكرار توجيه هذه الضربات على الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا؟ يعني عمليا هي الهدف هذه كل الضربات هي الانتقام من العسكر الأمريكي الذي قتل. لا يوجد هناك هدف سياسي أبعد من ذلك. يعني مثلا كما لو كان الهدف سياسي مثلا كان ممكن أن تتعاون مثلا على سبيل المثال الولايات المتحدة مع روسيا لإرسال الجيش الروسي لملء الفراغ في المناطق التي تم قصفها اليوم، بالتالي لن يكون هناك وجود للجيش أو الميليشيا الإيرانية مثلا. ولكن لا يوجد بعد سياسي لهذا الأمر، البعد هو بعد انتقامي، البعد هو ردعي بالنسبة للولايات المتحدة بأن من يقترب منا، من يقتل منا عسكر سيكون ردنا عنيف جدا وقوي جدا. هذه هي الرسالة الحقيقية التي يريد الأمريكيون إيصالها إلى إيران، إلى كل الدول التي تنافس الولايات المتحدة في العالم. يعني طيب توقيت هذه الضربات هل سيحقق منها بايدن أي مكاسب انتخابية من وجهة نظرك سيد بسام؟ شوفي بواشنطن هناك تيارين أو حزبين، الجمهوري والديمقراطي.
أغلب الجمهوريين هو انتقدوا بايدن على عدة أشياء. الأولى أنه أخذ منه أسبوع كامل ليقوم بعملية عسكرية. خلال هذا الأسبوع كل قياداته، المتحدث الرسمي بالخارجية والبيت الأبيض والبنتاغون، كان يقول نحن لن نستهدف إيران، لا نريد حرب. يعني أعطوا إيران كل المؤشرات التي تطمئن إيران، فبالتالي كان هناك انتقاد كثير لهذه السياسة التي تبعتها الإدارة الأمريكية. هناك من كان يقول لماذا الإدارة الأمريكية تقوم بقصف مواقع تابعة لميليشيات إيران وبنفس الوقت تسمح لإيران بتهريب النفط وتصديره بكميات كبيرة، تستفيد من هذه الأموال لدعم نفس هذه المجموعات التي نحن نقوم بقصفها. فهذا تيار موجوده تيار قوي، وهو يعني يحرج الرئيس الأمريكي. والمقارنة هنا بترامب، ترامب هو أرسل 3 صواريخ فقط وقتل قاسم سليماني وإيران لم تفعل شيء مقارنة بالقصف اليوم. التيار الثاني هو التيار الديمقراطي الأقرب نوعا ما للرئيس، الذي يطالب الرئيس أن يأخذ اتخاذ إجراءات قاسية ضد إيران دون الوصول إلى الحرب، ولكن هو يتفهم ما تقوم به ما يقوم به الرئيس الأمريكي. الرأي العام الأمريكي هو فعلا مغيب عن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، لا نستطيع أن نقول. ولكن التيار الأغلب الجديد هو يرفض تدخل الولايات المتحدة في أي يعني خارج حدود الولايات المتحدة. نعم، يقولوا لماذا لدينا عسكر في العراق، في سوريا، في هذه الدول، يعني في هذا. نعم، فبالتالي هناك من يقول، أعذرني، هناك من يقول إن سياسة بايدن اللينة أو الدبلوماسية أو المتراخية، يعني هناك مفردات كثيرة توصف بها، مع إيران هي من أدت إلى تزايد دور الميليشيات خلال الفترة القليلة المقبلة. ما تعليقك؟ يعني صحيح الكلام، يعني هو كل ما تقوم الإدارة الأمريكية علنا تقول نحن لا نريد حرب مع إيران، لا نريد حرب إقليمية، من هذه التصريحات المتكررة يفهم منها دائما من جانب إيران بأن الولايات المتحدة في موقف ضعيف وليس في موقف من يريد التهدئة، وبالتالي تزيد من حدة الهجمات أو تكثف من حجم الهجمات ضد القوات الأمريكية. لا يوجد موقف حازم من إيران، لا يوجد موقف حقيقي راد على إيران بأنك تجاوزت كل الخطوط الحمراء. حتى أدى ذلك إلى مقتل عسكر أمريكيين. يعني هذا كان هنا كانت قمة تجاوز الخط الأحمر. الجميع الديمقراطي والجمهوري بشكل عام، الجو العام، هم ينتقدون إدارة بايدن بما تفضلت في حضرتك بأن سياستكم وبياناتكم الرسمية تجاه إيران كلها خفيفة لطيفة، يعني وكان إيران الطفل المدلل الذي يستطيع أن يكسر أي شيء يريده في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة تنظر إليه يعني أنه خلاص لا تعيده، ولا يوجد هناك عقاب لذلك. نعم، حتى أدى ذلك إلى مقتل. فبالتالي هناك فعلا انتقادات كبيرة لبايدن وإدارته بهذا الاتجاه، ولكن لا ننسى تاريخيا بأن نفس هذه الإدارة هي من قامت بالمفاوضات النووية مع إيران 2015 على نفس المبدأ بأن يجب أن نراعي إيران. عندما قام بايدن برفع الحوثي مثلا على قوام الإرهاب في أول قرار قام به، هو كان جزء كبير منه رسالة إلى إيران، عم يتواصل مع النظام السوري بشكل أو بآخر هو إرضاء لإيران. فعمليا هم ينظرون إلى إيران دائما بنظرة الضعف وليس بنظرة القوة، وإيران هي من تستفيد من هذا الأمر لإبراز نفسها كقوة في الشرق الأوسط. ولكن عندما نرى أن الطيران الأمريكي يحلق، كل قادة إيران يهربون إلى طهران. يعني عمليا أمريكا تصنع هذا الوهم الفارسي بين الدول العربية، ولكنه في الحقيقة الأمر عندما يكون هناك واقع جدي عسكري حقيقي يهربون. شكرا جزيلا، حدثنا من واشنطن الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن السيد بسام بربندي، شكرا لك. شكرا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات على مواقع الميليشيا في العراق وسوريا تمثل بداية الرد على قتل وإصابة الجنود الأمريكيين في شمال الأردن. أضاف وزير الدفاع بأن بايدن وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، مضيفا أن واشنطن سترد في الوقت والمكان المناسبين. وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر،
مشددا على عدم التسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية. وأكد الوزير الأمريكي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها في كل مكان. قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي إن الضربات الأمريكية هي خرق للسيادة العراقية وتقوض جهود الحكومة العراقية لحفظ الاستقرار. وأضاف أن الضربات الأمريكية هي تهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن نتائج الضربات الأمريكية ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقتل 18 مقاتلة موالين لإيران في شرق سوريا في الضربات التي شنتها المقاتلات الأمريكية. هذا وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن عدونا أمريكي على عدد من المواقع في صحراء سوريا وحدودها مع العراق أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت 3 غارات على شرق مدينة صعدة دون ذكر المزيد من التفاصيل. ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفن تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة. أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الجهود مستمرة في البحر لحماية الشحن الدولي والبحارة الذين يعبرون خليج عدن والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن الهدف هو تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن. جهودنا في البحر الأحمر ذات شقين. الأول هو حماية الشحن الدولي والبحارة الذين يعبرون خليج عدن والبحر الأحمر، والأمر الثاني هو تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواجهة السفن. نعتقد أننا قمنا بإضعاف قدراتهم. نحن نعلم أن لديهم قدرات إضافية بالطبع، وسنستمر في اتخاذ الخطوات المناسبة لتقليص تلك القدرات إذا لم تتوقف هذه الهجمات. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقتل 12 شخصاً وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل شرق رفح جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت أن حصيلة الضربات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى أكثر من 27,000 قتيل منذ بدء الحرب على غزة. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية بينهم رئيس أركان الجيش هيرسي هالفي قرروا الاستقالة من مناصبهم ويبحثون الموعد المناسب للإعلان عن ذلك، لكن الهيئة أضافت بأنه مع استمرار القتال في الجنوب والشمال فإن هؤلاء المسؤولين يعتزمون البقاء في مواقعهم، ولذلك فمن غير المتوقع استقالتهم في المستقبل القريب. في هيك على طول يا راجل. الحمد لله رب العالمين، صح بنداوى الدبابات يعني اللي بده يطلع بطلع. كيف الليل اللي عشتوها في مستشفى ناصر؟ في طخ على مدار الساعة، الشبكات طخ على مدار الساعة، دمار، قدايب، صواريخ. الحمد لله الله سل لحتى الآن مسلمنا تبارك وتعالى.
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدة عقبات تعترض سبيل صفقة تبادل الأسرى المنتظرة بين حركة حماس وإسرائيل، وأن ما وصفته بالتفاؤل القطري كان سببا لأوانه كان سابقا لأوانه. وأشارت هيئة البث إلى أن الجزء الأول من الصفقة متوقع أن تطلق فيه حماس سراح 35 أسيرا من المرضى وكبار السن مقابل وقف القتال ل 35 يوما، وعند انتهاء تلك الفترة يتم منح 7 أيام أخرى للتفاوض على إطلاق سراح الجنود وأفراد الاحتياط. أوضحت هيئة البث أن هناك عقبتين حتى الآن أمام المرحلة الأولى من الصفقة، حيث يرفض قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار بدءها لأنه لم يتلقى ضمانات بعدم استئناف إسرائيل القتال بعد الانتهاء من الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة. كما أشارت الهيئة إلى أن الجدل ما يزال قائما كذلك بشأن ترتيبات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 35 في المرحلة الأولى، وما إذا كان سيتم إطلاق سراح محتجز واحد يوميا أو إطلاق سراح 7 أسرى في يوم محدد من كل أسبوع، وكذلك كيف وأين سيتم إطلاق سراحهم. خوف وخطر وكلهم من ما تجروا الكثائف من كل فج جوي. حسبي الله ونعم الوكيل. قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني اللورد طارق أحمد في مقابلة خاصة مع الحدث، قال إن بلاده لا تحتاج إلى الانتظار حتى نهاية عملية السلام للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تعايش الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بأمان واستقرار. موقفنا واضح جدا، ما قاله ديفيد كاميرون بوضوح شديد هو أننا لا نحتاج إلى الانتظار حتى نهاية العملية، وأنت تعلمين أن هناك نقطة مهمة بشأن مسألة الاعتراف بما في ذلك في الأمم المتحدة، والمملكة المتحدة تركز جدا على ذلك لضمان أننا نضع الأسس الأكثر ثباتا ونؤمن الزخم المطلوب الآن للخطوات التي لا رجعة فيها لضمان أن تكون ملموسة. إذا انتقل اهتمام العالم فجأة بعيدا عن هذه المأساة سيكون هناك نوع من الركود، وما شهدناه أننا بحاجة إلى ضمان أن المأساة الإنسانية التي وقعت في الشرق الأوسط تؤدي في الواقع إلى أكبر إرث إيجابي، وما يمكننا تقديمه لكل حياة فقدت هو أننا نرى هذه المسألة يتم حلها بشكل دائم، مما يعني دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان بجانب بعضهما البعض بأمان واستقرار. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء.